السادسة بغيتكم اللي جو أمريكا اللي جو هنا بغيتكم تهضروا معاهم باش تكون تنجمو تريفوا معايا تهضروا معاهم الكورة واللي جو الأحسن ديالكم كل واحد يعني تناسب معاهم Nice to meet you. My name is Samir Al-Hussein. I'm from New York, USA. And we have Lucas Alves. He's originally from Brazil, but he's from USA too. So we came today, نهارجي نباش نقولكم يعني تعرفوا على المدرسة ونشوفوكم ونحبكم نهضروا معكم شوية. لأن احنا في أمريكا عندنا دراري صغار بزاف والعلم تبغوا وليدات يتعلموا بزاف ويكونوا ما شاء الله يعني شي ناس اللي تخدموا في الدراسة وفي شي رياضة باش ممكن اللي يكونوا إن شاء الله يفيدوا. اوكي. This is our kids, you know. Beginner? Yes, the beginner, yeah. The kids' courses. That's good. The kids' courses, yeah. Alright, يلا الله بارك الله مزيد. شرفي. هذا سي سمير هو مدير أكاديمية الأمريكية في أمريكا. أستاذة سعاد. شرفي. إيمان. شيماء. فاطمة. فاطمة. سنة فاطمة. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. السلام عليكم. 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 السلام